مساء الخير، بيوم جديد وحلقة جديدة عم نترافق نحن وانتو لنواكب آخر التطورات على الساحة الفنية. وأول أخباري عن الفنان نصيف زيتون يلي عم يحتفل بتحقيقه المليارين رقم على السوشيال ميديا وعلى أغاني. تميز نصيف رغم مسيرته الفنية القصيرة ونعرف بإنجازاته ونجاحاته ووصل لقلوب كتار وتسمى بنجم الملايين، وبألبومين بس تخطى مجموع الاستماع المليارين عبر صفحته على أنغامي 291.6 مليون وعلى قناته على يوتيوب 700 مليون، وهذا دل على جدية نصيف بالتعاطي مع عالم الفن والنجومية. واحتفل نصيف في هذا النجاح بفيديو صغير عبر فيه عن فرحه وامتنانه للشيء اللي وصل له، ونهلت عليه التعليقات وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو وباركوا له على هذا النجاح يلي بيستحقه. بلشت من الصفر، كبرت معكم ومحبتكم وبعدني عم بكبر، انتوا الاساس. جورج وسوف ببيان رسمي: ما حاعتزل وحضل غني لابني. وجه الفنان جورج وسوف الشكر لكل من وساه ووقف جنبه بعد رحيل ابنه وديع وبهالمرحله الاليمه يلي مر فيها. اعتذر الوسوف من خلال بيان صحفي عن الغناء والمشاركه بالمناسبات والمهرجانات والحفلات يلي كانت مقرره له بالاشهر الجايه. واجه هذا الاعتذار بسبب الظروف يلي عم يمر فيها، وتابع البيان: بما انه الغنيه بتبقى عند ابو وديع اصدق تعبير عن وجعه، حيكون له قبل كل شيء موعد مع اغنيه لابنه الراحل وديع. واختتم البيان بانه حيرجع للعمل بنهايه الشباط، مقدر كل محبينه ومتابعينه يلي غمروه بعاطفتهم، وطلب من الله يبعد المصايب عن الكل. واجه هذا البيان بعد ضجه كبيره حكت عن اعتزال الوسوف واثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. ياسمين صبري عم توضح حقيقة الخاتم بآخر صورة إلها. نفت الفنانة ياسمين صبري بتصريحات صحفية بخصوص عودة حياتها الزوجية من جديد مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. وعلقت ياسمين على لبسها الخاتم بإيدها اليسار إنه بيشبه خاتم زواجها، وإنه عندها خواتم كثيرة وما توقعت تفكر الناس إنه هذا الخاتم نفسه خاتم الزواج. وصرحت ياسمين وقالت: مثل ما أعلنت الزواج والانفصال، لو في زواج جديد أو شيء رسمي أكيد حأعلن عنه وما خبيه وخليه سر. وطبعا أجت كل هي الأسئلة بعد نشر ياسمين صورها بالطيارة وهي مادة إيدها ليكون واضح الخاتم. خلصت أخباري، بتمنى لكم خميس سعيد مع عيالكم وأصحابكم. بشوفكم أنا إن شاء الله بكرة بيوم وحلقة جديدة فيها آخر وأهم التطورات الفنية وكل شيء ترندات تصدرت السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.